بناء على القرار رقم 6 على قاف تاريخ 4/10/2013 ورقم 4 على قاف واو تاريخ 4 أيلول 2013، وبناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول بكتابها رقم 5 تاريخ 7/1/2014 يقرر ما يلي: المادة الأولى، تمدد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من 10/2/2014 إلى 10/2/2014. المادة الثانية، يبلغ هذا القرار لمن يلزم. نحن اليوم عم نعلن للمرة الثالثة عن تأجيل دولة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز بالمياه البحرية اللبنانية. أول شيء بدنا نشكر كل الشركات يلي أبدت استعدادها للمشاركة، ولو اعتبرت أنه هي بدها تاخد هالمخاطرة مع لبنان ولو من دون صدور قرار من مجلس الوزراء. في شركات هالقد راغبة بالمشاركة وبالمخاطرة وبالاستثمار بلبنان بهالشروط هيدي، وبدنا بذات الوقت نقول أنه كمان منشكر ومنتفهم الشركات يلي أظهرت تردد أو انسحبت أو أبلغتنا عن نيتها بالانسحاب أو عن نيتها بعدم المشاركة. وعلى أساس نحن منقول أنه بالنسبة لنا، بتعرفوا هيدا قصة ما بقى في لزوم نشرحها، قصة أهمية أنه كان يطلع قرار مجلس الوزراء تنستكمل المناقصة، ولكن بالنسبة لنا المعيار المتبقي لمشان نمشي بهالمناقصة أو لا هو تأمين ظروف نجاحها. بعرف أنه الوقت كان ضاغط وقليل وفي قسم كبير من الشركات راغبة تشارك، إنما الوقت بالنسبة لها ما أخذت بجدية هيدا الموضوع، والوقت بالنسبة لها ما كان كافي. فنحن عم نقول هلأ عم نعطي مهلة 3 أشهر، بما يعنيني أنا كوزير طاقة ومياه هيدي أنا آخر مرة بأجل المناقصة. الشركات يمكن هلأ عم نعطيها الوقت الكافي تتاخد الأمور بالجدية الكافية، إنه هالمرة موعد 10 نيسان رح يكون موعد نهائي. طبعا وقت اللي بيكون في شركات راغبة تشارك، لأنه من دون شركات وعدد كافي من الشركات يلي بدها تشارك ما في وجود لمناقصة. فإذا الأمر مش مرتبط فقط بقرار الهيئة والوزارة، الأمر مرتبط بقبول الشركات وإقدامها على المشاركة بشكل فعلي وجدي. هلأ عم نعطي فترة 3 أشهر، الشركات يلي كانت مترددة بتقدر تحسم أمرها، الشركات يلي كانت راغبة وأبلغتنا بكتب أو أبلغتنا مباشرة أنه هي بحاجة لوقت إضافي لتشارك، هلأ عم نعطيها هيدا الوقت الإضافة. الشركات يلي نتيجة التقلبات يلي صارت بلبنان وببعض أوضاع كانت دخلت بتحالفات وبكونسورتيوم معينين رجعت، يعني ما استمرت فيها، هلأ عندها وقت ترجع تعمل تحالفات اللازمة. طبعا نحن بالنسبة لنا الخيار الأفضل والطبيعي والمرغوب فيه هو أنه تتشكل حكومة وهذه الحكومة توافق على المراسيم، وأنا بأكد أنه هالمراسيم رح يتوافق عليها. من أي حكومة بتجي تعديل صغير من هون من هونيك شكله مش مهم، هيدي المراسيم رح ينمشى فيها بالنهاية مجلس وزراء. القرار هو قرار سياسي مش أكتر، هيدا الخيار الأفضل. الخيار الثاني أنه الحكومة الحالية المأسوف على نشاطها وعلى اجتماعها ان هي تاخد هيدا القرار، ولكن الخيار الثالث واذا تركنا لإله رح ناخده من دون تردد هو الاستمرار بالمناقصات من دون حتى هالقرار هيدا من مجلس الوزراء، وبالتالي بتكون هيدي المره الثالثه والاخيره يلي نحن بنعلن فيها من جهتنا تاجيل هالمناقصه هيدي. هلا هل هيدا الشيء مفرح؟ طبعا لا، شيء محزن انه يكون لبنان لمرة ثالثة
عم بيأجل هالمناقصة هيدي، وهذا يعني أكيد بيؤدي إلى عدم ثقة وعدم جدية من قبل الشركات، وله أضرار كبيرة. ما لح نقول الله يسامح يلي عم بيسبب فيها، منقول إنه التاريخ أكيد ما لح يسامحه، وهذا الشيء اللي بيمرق هلأ هيك أكيد لح يتسجل بالتاريخ إنه في مسؤولين تقاعصوا عن القيام بواجباتهم الوطنية بالحد الأدنى تيأمنوا للبنان هالظروف يلي كنا أمنناها، إنه 46 شركة عالمية يكونوا حاضرين بالكامل وعاملين استثماراتهم جاهزين تيشاركوا بهالمناقصة. وكان يفترض إنه بأدار يكون موعد للبناني يوقع، ولتكون في حكومة أكيد تاخد هيدا القرار بالموافقة على المناقصات. هلأ بهالوقت أنا بدي كمان بس أقول لللبنانيين إنه نحن مش ناطرين، لبنان عم بيشتغل وعم هيدا الوقت عم بيعبيه بنشاط وبعمل. أول شيء في عنا قانون النفط البري، نحن يعني فينا نقول إنه أنجزنا بشكل شبه نهائي المسودة الأولى تبعه. طبعا هيدا بده مجلس نواب بعدين، إنما شغلنا كهيئة وكلجنة مكلفة بإعداد هالقانون فيها من اللجنة السابقة ومن هيئة إدارة البترول وكوزارة، صرنا شبه أنجزنا هيدا العمل، وإن شاء الله قريبا نرسمه بشكل رسمي للدوائر المعنية. كمان مسوحات البر عم تستكمل، وبدي يعني كمان أبشر اللبنانيين إنه إجينا كتاب رسمي من الشركة المعنية أعطتنا البشائر الأولى لنتائج الخطين يلي عملتهم ويلي هن واعدين ويلي عم بيشجعوها أنها تستكمل عملها، طبعا بالمناطق يلي بتقدر تشتغل فيها، لأنه بعد في مناطق لحد هلأ مش عم تتوفر الظروف المؤاتية للأسف للشركة لأنها تروح تشتغل فيها. فحصل بعض التعديلات وهلأ العمل انطلق مجددا بالمناطق التانية. كمان في عقود إضافية عم نحضر لها لمزيد من المسوحات، وهذا بيدل كمان انه في شركات راغبة بالبر اللبناني انها تجي تستثمر، وهالنتائج الإيجابية الأولى رح نشوف انعكاساتها الإيجابية لاحقا، وإن شاء الله نقدر بهذا النمط من العمل نقدر نبلش نحكي عن البر لاحقا مثل ما عم نحكي عن البحر. في كمان عنا مناقصة محطة الغاز واستيراد الغاز السائل، هيدي ماشي على قدم وساق، وبنهاية هيدا الشهر بكانون الثاني 2014 قبل نهايته في موعدين واضحين للمناقصة تكون استكملت وتطلع نتائجها وإن شاء الله بتكون ناجحة. الهيئة أكيد كمان بهيدا الوقت هيئة إدارة البترول كمان مش مكتوفة الأيدي، قاعدة وما عم تعمل شيء، عندها شغلة الكتير ما لح هلأ نعدده كله، أكيد إنما هي بحاجة للوقت لبناء قدراتها الوظيفية البشرية المؤسساتية، عم تشتغل مع الجامعات عم تشتغل مع وزارات تانية لجعل لبنان بلد جاهز ليكون بلد نفطي. مثلا الأعمال يلي عم تعملها ويلي عملتها وأنهتها هي قانون الضريبة الخاص بالأنشطة البترولية، قانون كبير أنجز وأرسل، وفي شغل عم بيتم بخصوص البحر، مسوحات وتحاليل، مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية وغيره. نحن مش قاعدين بهيدا الوقت ناطرين المناقصة أو ناطرين قرار مجلس الوزراء، نحن عم نستغل هيدا الوقت ليكون لبنان أكثر جهوزية واستعداد ليقدر يلاقي المواعيد المطلوبة منه ويكون جاهز يقوم بالمهمات المطلوبة. هلأ بدي أختم يعني أحكي كلمتين بالسياسة بهيدا الخصوص. أنا بفهم أنه بالخارج بالدول على القليلة المحيطة فينا ودول الجوار ما يكون حدا بده أنه لبنان يطلع نفط، هذا بطبيعة الدول ومصالحها، لا إن كانت دولة عدوة مثل إسرائيل ولا إن كانت دولة صديقة مثل قبرص ولا حتى دولة جارة فعلا مثل سوريا، كل واحد بهمه حاله ومصالحه. مشان هيك منشوف انه اسرائيل اذا بصير لها تمرق خط على تركيا
الشيء اللي نحن أكيد ما حنوافق عليه لتوريد الغاز العائد لها ما بتأثر، وإذا قدرت فرضته بالقوة لو عندها إمكانيات تفرضه كمان ما بتأثر، بس نحن بالمرصاد كمان منشوف إنه قبرص عم تعمل كل شيء بتقدر تعمله لتقدر تعمل منشآتها الغازية، بتوصل على الصين بتأمن أموال، بتحكي مع كل الدول معنا مع إسرائيل تتأمن مصالحها بغض النظر عن الدول التانية. سوريا عملت مصلحتها امبارح لما وقعت عقد مع شركة روسية بالتراضي لتحجز مكانة لها بالموضوع الغازي. نحن يلي ما بقدر افهمه هو انه بالداخل يكون في اطراف لبنانيين شايفين شو عم بصير حوالينا، وشايفين انه اول نتائج الانفراجات الاولية بالازمة السورية كان توقيع عقد غازي مع شركة روسية، ونحن قاعدين مكتفين وناطرين لبل الابشع والادهى. انه ايه منقول لشو مستعجلين طالما النفط والغاز تحت البحر وتحت الارض؟ ما هن لو منهم تحت البحر وتحت الارض ما بنكون مستعجلين، لو مستخرجينهم ما بنكون مستعجلين. هالدرجة من التخلي انه منقول نحن ثروات لبنان يلي هي لازم تكون نعمة لقلنا انه تصير نقمة. تخيلوا انه لما بنستخرج ثروة تكون نقمة. هيدا التفكير يلي منطلق من ذهنية واحدة يلي هي يعني حكمت لبنان انه قوة لبنان بضعفه. هلأ منطلع مقولة تانية انه نقمة لبنان ثرواته، بدل ما نقول نعمة لبنان ثرواته البشرية، ثرواته الطبيعية من خضار ومياه ونفط، بدنا نحولهم لنقمة ونقنع اللبنانيين بتفكيرهم انه لا نشكر الله النفط تحت الارض وتحت البحر خليهم لانه اذا طلعوا كارثة. هذا لبنان محكوم بهيدي الذهنية اللي نحن لح نقاومها ولح ننتصر عليها بالتأكيد، ولح نستخرج النفط والغاز، ولح نخلي اللبنانيين يشعروا بالإدارة يلي لح تنعمل بأي موقع كنا بدورنا السياسي. لح نتأكد انه هالثروة هيدي لح تكون نعمة باستخراجها لكل اللبنانيين. وبدي أقول وأكد انه هيدا موضوع ما في رجوع فيه لورا. بعرف انه مش لحظة حلوة عم نعلن فيها تأجيل، انما بهالمسار بلشوا اول مرة يحكوا بالنفط بلبنان سنة 1926 بزمن الانتداب الفرنسي، لما المندوب الفرنسي اعطى اول رخصة بعد 88 سنة يمكن. بقولكم لبنان لأول مرة عم ينحط فعليا على الخريطة النفطية، وسيكون لاعب أساسي بالمنطقة، لأنه من دون لبنان كل هالمساحة المشرق النفطية الغازية لن تقوم من دون لبنان، ولن يمكن الاستفادة منها من دون ما يكون في اللاعب الأساسي المركزي فيها يلي بطبيعة تواجده الجغرافي بالوسط لبنان. هيدا الشيء ما حيصح، ومنقول لهم لللبنانيين انه تأملوا بالخير. رح نجي على ان الله راد على رئيس قوي وحكومة قوية وبلد نفطي قوي نقدر ننعم فيه كلنا سوا بالنفط والغاز. وشكرا. معالي الوزير، نعم. بس يصير في حكومة جديدة ان شاء الله وتاخد الثقة، ساعتها بصف بعتقد هو الأولوياتها، وأول ملف لازم نحط عنده هو هذا الملف بأنه تقره، وساعتها موعد 10 نيسان بيكون موعد نقدر يعني نلتزم فيه كلنا سوا وطنيا براحة ضمير. في حال معالي الوزير يعني الأيادي يلي هلأ وقفت ملف النصر وعم بتحاول ترجع تدعو على الجدار مثل الأيام السابقة، ورئيس الجمهورية مثل ما ذكرت حضرتك قال أنه مدام تحت التراب لشو مستعجلين أو تحت البحر، شو اللي بيخلينا نتأكد أو نتأمل أنه بهذه الحكومة راح يكون العمل جدي على هذا الملف؟
لأنه الدورة الطبيعية للحياة ما بيقدر واحد يوقفها. هذا الموضوع خلص ما بقى تحت الأرض، هيدا حطيناه على السطح وصارت الأنظار العالمية عليه، ما بقى حدا بيقدر يوقفه. بيقدروا يأخروه مثل ما هو حاصل، بس ما بيقدروا بقى يوقفوه. لأنه أنا كنت واضح، لأنه شروط النجاح ما كنت مأمنة هالمرة. أنا بأكد، خليني أكون واضح، أكيد ما حد، أنا مش راغب أبدا، ولا حدا بيرغب، ولا حدا، أنه هيدا المفروض يطلع بقرار مجلس وزراء. بس كمان مصلحة لبنان العليا أعلى من أي شيء، وإذا فينا نمشي هيدي المناقصة بشفافية وبظروف نجاح يستفيد منها كل لبنان، كمان هيدا واجبنا ولا حنتأخر إننا نعمله. بس نحن ما حنخاطر إن ما تنجح المناقصة أو إن نعمل اهتزاز أكتر بالثقة بلبنان، إن نعمل مناقصة وما تنجح. أنا وضح لإلي إنه الشركات كان بدها وقت أكتر، وكانت بحاجة لتفهم أكتر شو عم بصير لتستعد. هذيك المرة بين أعياد، شهر كامل من الأعياد، والوقت اللي أعلننا فيه يلي إذا بتتذكروا كان بكانون الأول، بأوائل كانون الأول، إنه خلص نهائي، كل الشركات تفاجأت إنه ما في تأجيل هالمرة. هلأ عم قلوا معكم 3 أشهر، يلي فعلا راغب، ومن عدة دول. بارحة لقيت رسالة من شركة كبيرة راغبين يشاركوا، بس عم بقولوا أعطونا وقت، وعم عندهم بعض الاصطداحات طبيعي. الشيء الحقيقة استثنائي انه بالرغم من كل اللي عم تمرق فيه المنطقة واللي عم يمرق فيه لبنان، وغياب مجلس وزراء بلبنان، وغياب قرار سياسي بلبنان، بعد في شركات عم تجي مهتمة وعم تقول انا بشارك. هيدا دليل ثقة كتير كبيرة بلبنان، ودليل على قد ايه نحن مكتنزين من الموارد يلي هالقد موضع اهتمام. ما بيجوز العالم هيك عم بتطلع علينا باهتمام ونحن عم نطلع بحالنا بازدراء بلا موبيلات. الوزير، هل من اثر مباشر سلبي مالي واقتصادي يعني بتجيه العالم خزينه الدوله من وضع الاقتصاد؟ طبعا لما منثبت هيك موضوع، نحن قلنا مره هالثروه هيدي بتصير تتقرش لما بصير استكشافه، بصير مثل الذهب المحطوط بخزنة، مثل المال المحطوط بمصرف مركزي، بصف احتياطي نفطي، احتياطي مالي، بيزد لك من مؤونتك المالية وبيعلي لك من تصنيفك. طبعا هلأ الوقت عم بينخسر، إنما عم نعوض عنه كمان بأنه يمكن اليوم بالأزمات المواطن همه أمنه وحقه، يعني ببطل شايف اهتمامات تانية. بس نحن بهيدا الوقت جينا خبر ما كنا متأمن، يعني مأكدين انه هالقد البر لح يبدو انه واعد، وهيئتنا اليوم نحن محل ما كنا بال2009 او بال2010. اول اشائر وبشائر على المساحات البرية عم تظهر، وهيدا بيأسسنا لمرحلة يمكن لبنان ببره يكون في نفط، وساعتها هنيك الوقت أسرع، الكلفة أقل، والإمكانية أكبر، ونحن إن شاء الله نكون عم نعمل واجباتنا بأن عدينا القانون العصري والحديث والمرن يلي بيكون مثل ما قانون البحر كان ناجح. هيدا القانون بيقدر يعني يخدنا على استكشافات وتنقيب بري ناجح وسريع. مع الوزير الحكى في حال شكل حكومة جديدة سيكون هناك مداورة بالوزارات ومن ضمن وزارة الطاقة. هلا هيدا الموضوع مش موضوعنا، مش موضوعنا اليوم. بعتقد ليك بدي كمان اقول شغله، نحن اللي عملناه ما بقى بسهوله بنراجع عنه. ما بقى في واحد يعدل القانون ويعدل مرسوم ويرجع يعيد تأهيل شركات، عرفت يعني؟ واذا في حدا بده يجن
او يكون هالقد نكد تيعمل احنا بالمرصاد يعني. فما تخافوا. لا ما كنا نحن بالسلطة ولا كنا عم نتابع أمور الناس. إيه ومن 50 سنة ما في كهرباء وهلأ بده يصير في كهرباء بلبنان. وب50 سنة نعمل سدين وهلأ بسنة نعمل 7 سدود. وب100 سنة ما كان في نفط بلبنان وهلأ بده يصير في نفط. هلأ في نحن ونحن مساقبة مش مثل غيرنا. يلا شكرا. هلأ هيبدا. تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وتناول فيه تأجيل دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز للمرة الثالثة والأخيرة. شكر باسيل الشركات التي ما زالت تشارك بالرغم من الأوضاع التي يعيشها لبنان وأعطى للمشاركة مهلة 3 أشهر إضافية حتى 10 نيسان 2014 كموعد نهائي، مؤكدا أن من دون العدد المطلوب من الشركات لا يمكن أن يتم ذلك. من جهة أخرى أكد باسيل أن تشكيل حكومة سيساعد في هذا الملف، مع العلم أن الحكومة الحالية تستطيع أن تأخذ القرار قائلا التاريخ لن يسامح من يعرقل ملف النفط. سياسيا قال باسيل أنا أفهم كيف أن الدول المجاورة لا تريد أن يستخرج لبنان النفط، لكني لا أفهم كيف أن لبنانيين يعتقدون أن نعمة النفط هي نقمة، مؤكدا استمراره في العمل على نجاح هذا الملف. هذا كل شيء حتى الساعة، تابعوا التفاصيل في نشرة بيروت اليوم.